الهجرة هي الحل لمستقبل أفضل. اليوم احنا هوني باش ندعيو الدولة انها تطور سياستها للهجرة وانها تعتمد المصطلحات الجديدة المتعلقة بالهجرة كما الهجرة الدائرية اللي تخول المواطنين انهم يخرجوا من البلاد يتكونوا ويرجعوا يكونوا التوانسة. نحب نقول زادة انه اكبر جرم يا سجاي ارتكب في حق البلاد هذه هو قتل الامل والطموح في نفوس الالاف المؤلفة من شبابها. اجيال متعاقبة.